عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج جديد ومطلوب عند بزاف جزائريين في وصفة وحكاية. مرحبا بك من جديد فلا. طول عمرك. اليوم واش جبنا للمشاهدين يا ترى؟ اليوم رانا رايحين نديروا القاضي وجمعته. القاضي وجمعته يا درا. هذا الاسم يجيني بزاف راقي وبزاف رائع، ونصور يعني حكايته. انا عندي معلومه بصح ماشي كيما المعلومه تاعك. لا لا انا معلومه ثريه وغنيه وحكينا عليها من قبل. الله يجبرك يعني بارك الله فيك. يطول عمرك. نقول لك وعلاش. على بالنا بلي العائلات الجزائريه يحبوا مثل هذه الوصفات التقليديه الجزائريه، يحبوها يعني حب كبير، ويحبوا ياكلوها دي فوا. واش يديروا؟ ياكلوا يشبعوا بعد تفكروا، يقول لك يا ترى هذا الاسم تاع القاضي وجمعته مثلا في هذه الوصفه تاع اليوم، يا ترى وشنو حكايته؟ علاش سماوه القاضي وجمعته؟ وانا على جبت لكم فلا باش تحكي لكم حكايه هذه الوصفه الجزائريه. الله يبارك. وقبل ما نحكوا هذه الوصفه ونحكوا الاسم تاعها منين جا ولا كيفاش، نروحوا نجوزوا للمقادير وطريقه التحضير، وحنا ندردشوا ونحكيوا على القاضي وجمعته. الله يبارك. يطول عمرك. واش نروحوا؟ نروحوا للمقادير. كما قلت لكم الوصفات الجزائرية تقليدية تقريبا كلها صحية. يعني والمقدور انتم كيما تحبوا تقدروا تبدلوا. في كل مرة نقول لكم بلي الوصفة الأصلية الجزائرية تقعد على حالها، معناتها ممنوع اللمس، دونت تاتش، تقعد كيما راهي باش نمثلوها في محافل دولية ودولية. وعلاش لا؟ اليوم القاضي وجمعته واش فيه؟ فيه هذا الدجاج عامليك، انتم ديروا واش حبيتوا حسب المقدور. احنا جبنا هذو لي بيلون بولي مغسولين ومنقيين. عندنا هنا كمية واحد 300 حتى 400 غرام تاع لحم مفروم. عندنا هنا بصل مقطع دو بريفيرونس قطعوه بالموس. هنا عندنا معدنوس مقطع. عندنا سمن هاهو ضروري في الوصفة. عندنا قرفة عود. عندنا بيض. وعندنا حميصة هنايا دو بريفيرونس تكون طيبة من قبل، ولا تحطوها تقلوها مع اللحم ولا الدجاج. الله يبارك. هذه هي. حنا واش نديرو هنا؟ نربحو الوا بيان سور. وديما ديما الفحلات والحرايات تاع الجزائر اللي عندها بولواغ الله يبارك كيما حنايا تشعلوا توجد الماء، سينو ان كاسرول كيما كانوا لي مامون تاعنا ويخلوا الماء يغلي. يعطيك الصحه على الاضافه. ربي يفرحك. كنت حابه نقولها وسبقتيني وبارك الله فيك. ربي يفرحك. بون حبيت مغرفه من فضلك. بسم الله. تفضلي. هنا دائما تحطوها تسخن شويه. نوصيكم البنات السيدات الكريمات اللي راهم يتابعوا فينا بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه على الثقه اللي ديروها فينا. دائما كي نحطوا الطويجنه تاعنا ولا طنيجه ولا نخلوها تسخن شويه ماشي حاجه باش نحطوا الكميه تاع السمن. السمن دائما نحطوا مغرفه هكذا. السمن يعطينا البنه والزيت تعطينا الخفه، دونك سي اون اسوسياسيون رائعه. هنا نديروا السمن. الله يبارك. ونديروا زوج مغارف تاع زيت. زوج مغارف لا غيره ما تكثروش. اكيد. وحده. وحنايا لاحظت ماما نعيمه الدجاج ديالنا نحينا له هذيك الجلده اكيد باش نقصوا شويه من هذوك الدسوم والدهون. مي سينو البنات اللي يحبوا ما عندهمش مشاكل صحيه حبوا يخلوه حيكون فيزيوال ثاني شباب. اكيد بيان سور. فوالا بسم الله. يعني كي نكونوا في ديورنا ولا ما كان حتى اشكال، اللي يحب الجلده يخليها، اللي ما يحبهاش ينحيها، هذا ماهوش مشكل. حنا نحوسوا على الوصفة. حكايه على حكايه الوصفه، على الاصل الوصفه. نتصور انا باللي كل السيدات الجزائريات يعرفوا هذه الوصفه ويطيبوها ويحضروها، لكن ماشي كامل تعرفوا الحكايه. فلاح اليك الكلمه. ربي يفرحك ماما نعيمه. وانا حبيت نقول لك بدايه على بالك باللي القاضي وجمعته كاين ناس كانا يقولوا له الباي وجمعته. لانه من نفس الطبقه اون جينيرال زمان في العهد العثماني البايات ولا القاضي كانوا في نفس المرتبه، معناتها كانوا من الناس الراقيين اللي كانت الكلمه كلمتهم والشورى شورتهم. مدي لي من تما سباتول باش نواسي هذا الزائد. تفضلي. نزيد فضلك. دونك البايات سناي سناي باش ما يروحليش التشويق تاع الحكايه. بعدين الباي ولا القاضي وجمعته. القاضي وجمعته سي لا ميم شوز. كيف كيف كانوا في نفس المرتبه ولا نفس المستوى. بون هنا الزيت تاعنا والسمن سخنوا شويه. واش نديروا؟ كيما نوصيكم ما تستعملوش تاع الحديد، استعملوا تاع الحطب ولا تاع السيليكون، هذا خير وخير. واش ندير هنايا؟ تفضلي. يعطيك صحيحتك. نجيبوا هنا الدجاج تاعنا كيما قلت لكم. نحطوا الدجاج. خيروا لا بارتي اللي تحبوها انتوما، ما تقيدوش كيما انا. انا على جال المنظر الجمالي خيرت لي بيلون دو بولي، وانتوما ديروا واش حبيتوا. الله يبارك.
يتسمى الدجاج اساسي في هذه الوصفه. الدجاج هو القاضي ياك في الله نصور في الوصفه الاصليه الدجاج هو القاضي، ولكن قطعه واحده تكون كبيره. دونك كانت القطعه تاع الدجاج اللي نديروها في القاضي وجمعته، يعني في زمان الزمان كانوا يديروا لا كويس الفخذ كامل الله الله يحطوه في النص، وبيان سور ندوروا عليه ساير داير البيض، ونزيدوا هذوك لي بولات تاع اللحم المفروم، ونقدروا ميم كانا نديروا صدر وندو شويه من الجناح، دونك باش يكون طرف كبير ويعمر الوجه ولا يعمر العين، وهو القاضي هذاك الطريف تاع الجد هو القاضي. اسمحي لي هذه المخيله تاعي ورايي، هذا القاضي لازم يكون فريمون عادل باش نديروا له كامل هذه الهيلمه. لا لا باش دوك هاكي حتى شافي التشويه هذه في مزحه، هذه مزحه صحيه عندك من الجزء تاع المزحه تاعك هو حقيقه. لانه القاضي تخيلي معايا ولا باي كيفاش حيكون؟ حيكون الله يبارك كامل مكمل وجايب روحه. دونك باش نشبهوه للقاضي ضروري ندو قطعه كبيره وتعمر العين. وتعمر العين. دونك عطيني فرشيطه من فضلك. بسم الله. بشوية تفضلي لوت كوتي هكذايا. ديزولي صحة يعيشك. شوفوا الله يبارك لازم يتحمر هكذا وياخذ هاد لاكولوغ باش نرمو البصل. طلي في الله شوفي الله يبارك لو نذهب يشهي ما شاء الله. ولا هنا نقدروا نضيفوا ماما نعيمه الملح على اساس انه دجاج. فوالا جيبي لي الملح والتوابل ديالو. فوالا هنا واش نديرو؟ نرمو البصل كما قلت لكم دو بريفيرونس في هذه الوصفات التقليديه الجزائريه. البصل قطعوه بالبوس ماشي في الميني اشوار ولا في السكرفاج ولا واحد البنه باش فوالا باش تطلق هذيك الريحه والسكر تطلق الحوا السكريات اللي فيها وتجينا الوصفه بزاف بنينه. الوغ نحطوا البصل هنا اللي دام لتحت الله يبارك فوالا، ونخلوا المشاهدات الكريمات ولا المشاهدين يتشوقوا باش يسمعوا باقي الحكايه. اكزاكتومون دونك هذا الطبق قلنا القاضي وجماعته ولا الباي وجماعته، حنا كانوا الحبال بيننا وبين العثمانيين بزاف قصار، دونك عشنا معاهم رفدنا عليهم ورفدوا علينا، وكان القاضي في هذيك الحقبه عنده قدر وقيمه كبيره كبيره، سوا القاضي سوا الباي ياك ماما نعيمه. دونك النسوه الحراير هما خموا في هذا الطبق، وحتى في زمان الرخاء والبحبوحه هذا الطبق ما يتحضرش في سير الايام. دونك غير للناس اللي يجوك بالطبع ويكونوا هما وشان وفي المناسبات والولائم. النسوه تاع الجزائر خموا باش يبهروا الناس في هذوك المناسبات تاعهم الكبار، سماوه طاجين القاضي ولا القاضي وجماعته. وباش يكون القاضي وجماعته لازم يكون تشكيله بيض لحم مفروم ودجاج وزيد حميصه، دونك فيه كامل واش يسحق الجسم وفيه كانا مصروف كبير. وعلى هذا ما كانش يتحضر سير الايام. هذيك هي، وحنا الجزائريين باش معروفين؟ معروفين بالجود والكرم، معناتها حنا اللي يجي عندنا يكون عزيز علينا نحضروا له مثل هذه الوصفات الغنيه والثريه ثانيه، ثريه جايه من الثراء، معناتها فيها لحوم حمراء، لحوم بيضاء، يعني نفرحوا بالضيوف تاعنا. بروتين نباتي فيها كل خير. الله يبارك. هنا واش نديرو؟ نرجعوا نملحوا كما قلتي. جو بريفير نملح هكا. بمجرد ما نحطوا هذيك الغرفه صغيره تاع الملح والريحه تطلع. فوالا. اكزاكتومون. الله يبارك. هنا واش نديرو؟ عويه قرفه. الله يبارك. المرقه البيضاء على بالكم. ديما لازم فيها القرفه. هنا فلفل كحل ولا فلفل ابيض كيما تحبوا نتوما. فوالا ما نكثروش وسيا باش ينحيناش الكو تاع الدجاج. هنايا يعني نقعدوا توجور كيما وصيتكم، اتونسيون التقليه مهمه جدا جدا، نقدروا نطيبوا هذا الدجاج غير في التقليه تاعو، باش كي نمرقوا نديروا حاجه قليله، ودو بريفيرونس كي تمرقوا ديروا الماء سخون باش هكذا تقعد هذيك البنه والريحه تاع الطاجين تاعنا. هذه هي احنا مازلنا في التقليه. هاي ليك التقليه تاعنا. الحميصه تاعي هاي لك كما قلت لكم في بدايه الحلقه راهي طايبه. ها هي المعدنوس نحطوا هذوك الغصان اللي تقلاو بنه على بنه بنه على بنه. فوالا بنه على بنه. الله يبارك. يعني وصفات خفيفه خفيفه وسهله، يعني تنصبي القدر تاعك وتخدمي شغلك. فوالا هذه هي. لا لا كاين بزاف مهتمين، احنا رانا هنا على جال هاد الناس. أوي. يعني وكل الناس ها
كاين اللي ما يكونش مهتم بصح كيسمع حكايتك في الله ويسمع هذا التشويق ويسمع هذه الطلاقه. على بالك واش حبيت نقول؟ واش حبيت نقول بكل فخر اني فرحانه بك. يطول عمرك صغيره تشوي جون وعندك هذه المعلومات وهذه الحكايات. قلت لك بلي يعطيك الصحه. نقول لك جيتيني نقول للمشاهدين باسكو هما تنحي يفرحوا بك بيان اكيد. عباك كيفاش جاتني شغل حكواتي؟ شتو الحكواتي كيكون يحكي في كاش حكايه ولا خرافه ولا الناس كامل يتشدوا ليه ويسمعوا. هكذاك انا اليوم معاه في الله نسمع في الحكايه وشغل ديتيني البعيد ديتيني للاصاله والعراقه والدوله العثمانيه والجزائري كيفاش كان بكري مهتم بهذه الوصفات صح. وكيفاش يتفنن فيهم وكيفاش كما قلتي يقدمهم للضيوف العزاز عليه وحتى الاسماء كان يفيزي اشياء راقيه معناتها مام احنا مازلنا في هذا الزمن اللي رانا فيه الناس نهار تخترع وصفات تعطي لها الاسم صح. رانا حابين نعاودوا نقولوا لهذا الزمن الجميل تاع الاسماء الراقيه اللي فيها نوستالجي فيها هكا فيها عبره الزمن الجميل اكزاكتلي. انا نتصور باللي كل تقريبا السيدات الجزائريات يعرفوا مثل هذه الوصفات يعني بفضل هذه البرامج تاع الطبخ ومنا ومنا بالك هذا القاضي وجماعته كان محصور في العاصمه ولا وصفات اخرى لكن بفضل هذه القنوات وهذه البرامج تاع الطبخ هذه وصفات راحوا للجنوب راحوا للغرب الجزائري راحوا للشرق الجزائري. دونك حنا رانا هنا على جال هذه الحاجه باسكو الجزائر قاره البلد القاره وفي المنطقه الواحده تلقاي عده اطباق وماشي في المنطقه في البيت الواحد كل وحده ويديها وكل وحده والبصمه تاعها. هذه هي حنا نرجعوا للوصفه تاعنا شوفوا معنا الله يبارك كاش راهي تقلى هكذا بك راهي تشهي راهي تشهي وراهي تنفنف الله يبارك. واش تقولي فيها نمرق لك ماما نعيمه باش ندوزو للمرحله الثانيه؟ جوستومون راح نقول بلي نعاود نقول ونكرر اتهلاولي في التقليه خلوها تقلى ربع ساعه 20 دقيقه باش الدجاج يطيب في ديك البنه وديك التقليه ومن بعد نسحقوا غير شويه تاع الماء. دونك اسمحي لي في لا بنتي نزيدوا نخلوه شويه ومن بعد نمرقوا الله يبارك باش نكملوا الوصفه لي زيتاب تاع الوصفه اون ميم طون تكملي الحكايه. معليش انا لك الاولويه نعطيك لو بول اعطيني البول فوالا بسم الله جيبي البوز بلان الله يبارك بارك بسم الله تفضلي قولي لي واش نعاون ماما نعمل بك فيونداشي بسم الله هكذايا هنا فيونداشي عندنا انتم حبس المقدوره اللي يحب يكمل بالدجاج درنا البيلون دو بولي تقدروا ديروا هنايا دجاج مفروم ماشي شر هذه حبينا نديروا ان ميلونج فوالا حبينا نديروا ان ميلونج راه لاسوسياسيون تاع الدجاج مع تاع اللحم تعطي واحد البنه رهيبه رهيبه صح هذه هي وكاين اللي يحب يبدا باللحموسي ويكمل باللحم صح. دونك حنا درنا فارياسيون كيما المتوم ماما نعيمه شفتي دي فوا اللحم بكرات اللحم ودي فوا دجاج بكرات اللحم هاي نقول لهم الحقيقه وعلاش قولوا الصراحه في الفريق التقني تاعنا حنا لازم نديروا لهم حساب باسكو هذا الاكل اكيد بيان سور اكيد كيطيب ان شاء الله ويكملوا منا راح نحطوه ونتجمعوا عليه ويكون بيناتنا عيش وملح هذه هي. دونك تلقاي لي جون تاوعنا هنا ولا لي جون في انا ما ناكلش اللحم انا ما ناكلش الدجاج دونك نديروا لهم حساب باش نرضيو الجميع وانتم ديروا كيما تحبوا. هنا عندنا فيونداشي كيما قلت لكم حواليك عطيك تبدي شويه تاع البصل شويه بصل تفضلي زيد فضلك يطول عمرك بون هذا قطعوه شويه رقيق على هكا فوالا هكذا ما نكثروش من غير فابرك نديرو شويه معدنوس نجيب لك التوابل شويه تاع الفلفل الكحل وشويه تاع الملح نقدروا ميم كان نزيدوا قريصه تاع القرفه داخل العقده ولا واش تقولي ماما نعيمه؟ انا واش نديروا؟ فلفل الكحل شويه برك ما نكثروش باش ما يحوش النكهات تاع اللحوم اكيد باسكو اللحم وحده بنين صح حنا فقط هكا رشه فقط هذا ما مع شويه تاع الملح انا ندير الملح انا نديروا الملح تاع ونخافوا زيا بيان سور شتي كاين ناس عندهم اون فوبي من الملح وي والمسوس يداوى دونك كاين ازواج ربي يحفظكم ربي يحفظهم كاين ازواج عندهم فوبيا من الملح الا صابوا الماكله مالحه واش يديروا صدقوني انا شاهد عيان يغضبوا وما ياكلوش كل واحد وعقليته حنا واش نديروا نطيبوا الماكله ما هو له ونحطوا هذيك الملاحه فوق الطابله اللي يحب يزيد 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 اكيد الله يبارك مش واحد ما يغضب علينا واحد ما يزعف علينا وتعرفي هذيك النكته تاع نتا تاع زمان يقول لك المساسه من الملاحه والملاحه من القباحه دونك حنا باش نبانوا عاقليت والناس تحبنا نروحوا غير برتب نروحوا غير برتب هذه هي درنا كل شوش لازم الحال لازمنا دوكا حبيبه بيض نضربوها ما نحطهاش كامله بالك بسم الله شوفي اصغارهم بسم الله هذه هي
بسم الله ناخذ مكانها. دونك ان تي ريسيبيون. بسم الله عندنا المشرف تاع البرنامج يعني ربي يحفظه ما شاء الله، لازم كلش في مكانه. ما وي لفتي البيت ترجعيه لمكانه، ترجعي ما شاء الله، يعني ما كاش حاجه كيما النظام. تشفاو على كلمه الحياه نظام، هذه هي لازم توالفوا هاد لي بون زابيتود. ما وي هنا يتقلى، مازال تتقلى، نضربوا البيض. دوك ندير لك غير بالسياسه ياك. بسم الله. نحطوا هذا المغرفه هنا ما كاش مشكل. هنا نحب نقول لكم البنات ها يعني يشوفوا فينا العجن الفيون داشي هذه لازم يتعجن. ما يكذب عليك اللي يقول لك نخلطوا هكذا برك، لازم فريمون هكذا يتعجن. هنا كما قلت لكم لازم تعجنوا لا فيون داشي مليح باش هذاك الفلفل الكحل والبصل والحبيبه تاع البيض يدخلوا. ومام البنات كي ما نعجنوش لا فيون داشي مليح مع بالكم غير ترموا لابولات داخل الوسمو تبدا تشقق. exactly. ما يعجبكمش الحال وتقولوا راني ما عرفتش منها. دونك لو سوكري وراهو ولا لاستيس انكم تعجنوا لا فيون داشي، تعجنوا كيما راكم تشوفوني. ها واش تقولي فيها ماما نعيمه؟ كاين ناس يزيدوا شويه ولاد البيت، يزيدوا شويه على شابلور. انت في رايك هذا الطبق كاين؟ شوفوا كي يكون عندكم البيض دو بريفيرونس ديروا البيض. ايه ما عندكمش البيض يقدروا يديروا ملعقه اكل تاع شابلور. الله يبارك. فوالا كيما قلت لكم شوفوا دوكا لا ديفيرونس. شوفوا دوك نجبد شويه نوريه لكم باش تاكدوا بلا فيون داشي في اي وصفه موسيه، في اي وصفه لازم تعجنوها مليح. جربوا هاد التجربه وقولوا لنا في التعليقات ولا لا يتبعوا فينا كي نكوروهم نحطوهم في المرقه يقعدوا ليس على حالهم. دونك هنا تعجنوهم مليح مليح ونديروا كرات بيان سور وجدت بيسي. بسم الله. هكذايا. هذا وسيت به. هنا واش نديرو؟ نحكم شويه اون بول متوسطه الحجم، ما كبيره ما صغيره. انا موالفه في الدار كي نحط يدي في الماء ندير غرفيه صغيره ندير فيها الماء باش هكذا يقعدوا لي فوالا يجيو رطبين هايلين. الله يبارك. اسكو تشو بو فيغ هاد الحركة عندك بول؟ دير لي شوية ما دير لي شوية ما باش نكملوا على خيرنا ونقولوا لهم كامل لي زاستيس. فوالا اه ما عندناش بول هنايا. ها هاوليك ها واحد فوالا. بسم الله حطي فيه شوية ما. دونك فوالا واش ديروا؟ يدكم هكا فوالا ولا قطيرة زيت كانا تمام فوالا. دوك تشوفوا الحبة كاش تجي دوروا بيان. شوفوا الله يبارك. شوفوا معنا تجيكم ليس وتجيكم شابه وانتم ما تقلقوش. الله يبارك. كوروا كامل نزيد لكم حبيبه نحط يدي هنا ونجبد منها شويه فله. الله يسرك قولي لي مرقي لي الطاجين. بسم الله. نحاول في ليا ماما نعيمه الله يبارك ما شاء الله نبويو غير هكا دو كوتي. بسم الله مرقي شوفوا معايا عاملك لي بولات كاش جاونا، جاونا ليس يجونا قد قد ما شاء الله. حنا ما راحش نقعدوا نكوروا قدامكم، واش نديروا نروحوا فاصل قصير نكملوا نكوروا هذا اللحم المفروم ونرجعوا بعد الفاصل باش نكملوا الوصفه تاعنا ما تروحوش بعيد. مرحبا بكم معنا من جديد. كما شفتوا معنا قلينا الدجاج خليناه يطيب، واش درنا؟ شفتوا اللحم المفروم عجناه مليح وكورناه وحطيناه لداخل. فوالا شوفوا معنا الله يبارك راهي تغلي الروايح. فوالا ما شاء الله نخلوا لي بولات تاعنا يطيبوا في غرضهم ان شاء الله ومن بعد نكملوا باقي الوصفه وباقي الحكايه. ولكن قبل ذلك نضيفوا ماما نعيمه الحميصه، واش رايك نضيفوا الحميصه؟ انت تعملي ونحن نضيف الحميصه. عليك الله يبارك. الله يبارك كي تشمي في الريحه معبقه يديداتك. الله يبارك الله يسلم العسل ما شاء الله ما شاء الله الله يطول عمرك. تسمى الحكايه تاعك تكمل الوصفه تاعي والوصفه تكمل الحكايه. الله يبارك. هنا كيما قلت لكم اللي عندها حميصه ماشي طيبه تحطها مع الاول. انا الحميصه تاعي طيبتها هايليك طيبتها تقريبا 81%. واش نديروا باش تدي البنه تاع المرقه؟ نحطوها دوكا هكذا فوالا فوالا
نحطوها تفضلي ونخلوها تشرب تماما. بون ماشي تماما باش تكون الوصفه تاعنا هكا تكون جوتوز وتكون مشمخه شويه. لازم نخلو شويه مرقه باش نكسروا هذاك البيض بالحبه بالحبه على القاضي وجماعته. يطول عمرك. دونك الحكايه تاعنا ممتعه والنهايه تاعها طريفه. القاضي لحق له الخبر بما انه كان الامكان ضيق في ازقات القصبه وكان المعلومه تمكن تلحق له. قال كيفاش هذا القاضي وجماعته، كيفاش هذا الطبق، واش فيه المكونات، كيفاش انا راني في هذاك الطبق. طلب من رئيس الطهات تاعو يتواصل مع هاد الفحلات اللي داروا هذا الطبق تمجيدا وتكريما للقضاة في هذيك الحقبة الزمنية. لانه كانت كلمتهم هي الكلمة الاولى والاخيرة. اكيد. دونك رئيس الطهات عيط لواحد الفحلة من الفحلات تاع الجزائر وجابت هذاك السني وفيه القاضي وجماعته ويحكي ويقولوا بلي انه القاضي بمجرد ما شاف الطبق هذاك الطرف الكبير تاع الدجاج في الوسط عرف بلاصتو وشاف البيض ساير داير مع كرات تاع الكفته، فرح وطلع له المغال وبقى هذا الطبق عبر مرور الازمنه والاحقاد من الحداده للحداده حتى وصل لنا. ونصور بفضل هذه القنوات وهذه برامج الطبخ هذا الطبق العاصمي راهو منتشر في الجنوب في الشمال في الغرب الجزائري. يعني في كل مكان في الجزائر في ربوع الجزائر كامله. وحتى حنايا الناس الغربه ما نسوهمش، عزيز عليهم في المواسم لانه هي الهويه تاعهم وبطاقه التعريف تاعهم. هما حريصين اكثر منا باش يروجوا لهذا الاطباق باش ولادهم تقعد عندهم هذيك العلاقه الوطيده بالدائر هذه. يعني حتى خارج الوطن صيبي هذه الوصفات ولا هذا الطبق خارج الوطن يعرفوه ويطيبوه ويتناولوه. الحنين الحنين الدائر والوصفات تاع الميمه تاع الوالده مع شويه تاع مطلع سخيخن. يا سلام. الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحرمه من هذه الروايح من هذا الاطباق. صح صح. ولهنا ان شاء الله احنا رانا نستناو في المرقه تشرب شويه في طرفه فقط باش برك نضحككم شويه في طرفه. على بالك كنتي تحكي على القاضي وجماعته. جات واحد الطرفه هكا في راسي شغل كاريكاتير طلع في راسي. ما نعرف لا يضحكك ولا انا اللي تخيل فيه. انا كيما يقولوا لي بناتي ايماجين بناتي واش يقولوا لي في الدار. اي طرفه نقولها ولا اي نكته ماما هذه قديمه وانت غامله. على بالك نو 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 انا واش نقول راني معاك. هذه هي. دونك جاتني طرفه هكذايا نخدم او ميم تو ونقول نقلب هكا البيض ليا. الطرفه وشنو هي؟ فله. قولي لي. قاعده نقول يا درا هذاك المرسو تاع الدجاج الكبير. القاضي اللي كلاه ولا جمعته باينه بلي هو ياكله. القاضي وجمعته. والله اذا كان قاضي عادل حيقسم. وإلا ما كانش قاضي عادل يقول لهم هذا ليا وحدي. جات في راسي بلي شكون هذاك المرسو ياكله. هنايا باش نكملوا الوصفه. نضرب طلعت نجره نصور تكون نشفت وشربت. عم يتبعوا فينا جماعه. الفريق التقني تحية كبيرة لكم. راكم على قدم وساق. شوفوا معنا هنا كي تشرب المرقة لبولة طابو الجاج طاب الحميصة كان طيبة من قبل. الله يبارك. واش نديرو؟ نبدأ نحط في البيض نكسر بالحبيبة هكذا. بسم الله هكذا هوب فوالا بالحبيبة. اونسي جامي كيما قلت لكم تكون ديروا هكا قطيرة تاع ملح ما تكتروش وقطيره تاع فلفل الكحل. الناس بزاف ما يحبوش هذيك الزنخه تاع البيض. اكزاكتومون. عطيني فرشيطه من فضلك. بسم الله تفضلي. واش ندير هنايا؟ ندني هكايا ونرمي الحبه تاع البيض. بسم الله ونحطها هنايا. ديري لا دوزيام. بسم الله. البناته لازم يكون البيض يبان هكذايا كيما قلت لكم. فوالا نمسو بالحبه نديرو رشه ملح باش ما يجينا الصامت ونديرو هنايا فلفل الكحل. فوالا هاد الحاجه اختياريه. نديرو اسباس هكذا ونرمو الحبه نزيدو فقسي الحبه الثالثه نخلوهم هكا ما نخلطوهمش نقصوا للنار من بعد ونخلوهم يطيبوا. رشه ملح خفيفه مع شويه فلفل الكحل. واللي ما يحبش هاد الفلفل الكحل ما يديروش خاطش كاين بزاف ناس ما يحبوش ريحه البيض. زيدي لي الحبه الرابعه. وحنا في البيوت تاعنا القاضي هو مول البيت. هذه هي. وجماعته الاطفال. الاطفال هذه هي. والوالده تقريبا نفس الحكايه. والام شكون هي؟ الام مسكينه المضحيه الام اللي توقف. هذه هي اللي توقف واللي تؤثر على نفسها. هي ما تاكلش ومالين الدار ياكلوا. صح. ربي يحفظ كامل الامهات. تحيه كبيره لكنا.
هاي الأم الجزائرية معروفة بالتضحيات ومعروفة بالإيثار. الله يبارك. نزلت لي الحبة الأخيرة. شوفوا الله يبارك. ما شاء الله. الحبة الأخيرة. ديروا إسباس هكذايا. شوفوا لا كولور الأصفر مع الماغون. انا نشوف ان تابلو ماما نعيمه. الله يسلمك. تعيشي الله يبارك. تعيشي الله يسلمك. وهذا طبق في واحد التابل ما قالتلكمش عليه ماما نعيمه. خباته واللي هو تابل الحب راهي تطيب هذا الطبق كل حب. يا سلام. شاعره وحكواتيه ما شاء الله عليك. شوفوا معنا كيفاش راهي الحاله هنايا. كما قالت فلا بارك الله فيك على الوصف اون ديغي ان تابلو. شوفوا معنا. هاو المخرج تاعنا يتبع فينا خطوه بخطوه. حبيت ندير واحد اللمسه هي نورمالمون تندار مع الاخر باسكو الجون والفير ما يحكيلكش. فوالا بسم الله. شوفوا معنا. الله يبارك. هكا هذه الحركه. شوفوا ما شاء الله. الله يبارك. شوفوا الله يبارك. هنا واش ندير؟ نغطيه ونخليه يكمل طيابه. واش نديروا حنايا باش هكذا ما نطولوش عليكم. نروحوا فاصل ونرجعوا باش تشوفوا الوصفه كامله مكمله في طاوله التقديم. ما تروحوش بعيد. مرحبا بكم معنا من جديد في الوصفة النهائية لنهار اليوم. والله يبارك القادي وجمعته. الله يبارك. الله يبارك. ما شاء الله. عجبك كيما أنا يعجبوني لي بلا الجيروا في النتيجة النهائية مع هذاك الليمون. إيه فوالا. وعنده حكمة يعني الناس ماناش حاطينو غير ديكور وإنما باش نتبدو الحديد في الدم. دونك الاضافه تاعو لازم ما شاء الله. والمريقه هذه الله الله خطره ملبيه ملبيه اون بيل كولور. فوالا نتمنى يجربوا هذه الوصفه ان شاء الله. وفي عجاله ماذا بيا تقولي لي النبذه على هذه الحكايه؟ اكزاكتومون اليوم درنا القاضي وجمعته هذا الطبق النسوه الجزائريات الحراير باش يكبروا بالقاضي لانه القاضي كان هو الصح. الشوره شورته والكلمه كلمته. حبوا يديروا طبق تكريما وتمجيدا لهذا الشخصيه اللي هي القاضي. خداو هذه المقادير النبيله والراقيه وما كانوش يحضروه في سير الايام لانه بيان سور ماشي على بوقتي. فيه الدجاج وفيه اللحم وفيه البيض يديروا في المواسم في الولائم. دونك هذه هي حكايته. هذه هي حكايته. حكايه مشوقه ومفيده. احنا المهم في هذه الحكايه الحكايه مهمه والوصفه اهم. ماذا بينا قلنا هذه الوصفات التقليديه الجزائريه نعلموهم لاولادنا والجيل القادم باش هكذا نحافظوا على الموروث الجزائري. اكزاكتومون. يعطيك الصحه فلا على هذه الحكايه الظريفه والطريفه. هذه هي. نتمنى يجربوا هذه الوصفه ان شاء الله ويدعوا لنا بالصحه والعافيه. واللي فاتتو الحكايه ولا الوصفه تاع نهار اليوم واش يدير؟ يزور موقع زهره تي في اسفل الشاشه وحيعاود يتمتع بالحكايه وبالوصفه. هذه هي. احنا واش نقول لكم على الاخر؟ ابقوا على خير في الحلقات القادمه باذن الله تعالى. سلام سلام.